هلا اجتنا هاي الفكره كنوع من التغيير. هلا اكيد احنا ما بنطلع عن العادات والتقاليد اللي احنا تعودنا عليها بالعاده. في ناس كثير تقبلتها، في ناس تقول لك لا انه هذا نوع انه بغلط، يعني كيف انتم تغيروا هاي الاشياء. بس بالعكس يعني هو كان اشي كثير حلو. زاكي كثير وحلو انا بالشارع وعلى الواقف وسخنه والاجواء هاي البارده كثير زاكي. في الشغلات الاساسيه زي الكنافه والمدسف اللي انت اللي بتحكي عنهم لازم يكونوا يضلهم زي ما هم على تراثهم، لانه هاي شغلات اساسيه متعارف عليها من 100 سنه. اما تغير عشان تطور يعني مش دائما التطور كويس، خاصه في الاكل. التغيير مش يعني مش في مكانه اصلا، لانه الاصل اصل، يعني الاصل ما بتغير. فهذه هيك طعمها اصلي والاصل تبعها ومن يوم يعني الاجداد والاباء وليومنا احنا، واحنا متعودين على نفس الطعم هذا. لو صار فيها تغيير ما حدا راح ياكلها.